أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. ساعات عصيبة عاشتها محافظة المهرة خصوصا المناطق الشرقية والساحلية منها جراء إعصار لوبان الذي شاءت الأقدار أن يتحول إلى عاصفة مدارية بعد أن كانت سرعته تفوق 65 كيلومتر في الساعة، إلا أن الآثار فاقت كل التصورات نتيجة ما أحدثته العواصف والسيول من دمار أتى على آلاف المنازل. وفقا لمنسق الكوارث بالهلال الأحمر اليمني في المهرة فإنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ونزوح 3800 أسرة جراء إعصار لوبان، كما تم استيعاب نازحي الغيضة في 25 مركز إيواء وفنادق ومنازل آمنة. لكن المآسي تتكشف تباعا نظرا لغياب الصورة الكاملة للآثار الكارثية التي خلفها الإعصار من تهدم للمنازل وجرف للمزارع والمواشي وتدمير لشبكة الطرقات وتعطيل الكهرباء والاتصالات، فضلا عن ردم آبار المياه الرئيسية ما نتج عنه حرمان المواطنين من مياه الشرب لأكثر من 48 ساعة. محافظ محافظة المهرة راجح باكريت ومعه السلطة المحلية واكبوا الحدث مبكرا بإعلان المحافظة بأنها منكوبة ودعوا الحكومة والتحالف للتحرك العاجل، إلا أن الاستجابة لم تكن بمستوى الكارثة كما يقول البعض ووفقا للأرقام التي أسفر عنها الإعصار. في محور الحلقة الأول لهذا الأسبوع سنناقش الآثار الكارثية لإعصار لوبان وكيف كان تحرك الحكومة والتحالف لإنقاذ المتضررين وما أوجه القصور التي حصلت ولا تزال حتى اللحظة. في المحور الثاني سنناقش فيه ما يقال أنه أو يوصف بأنه انتشار لظاهرة فرض الأتاوات على عربات النقل في نقاط التفتيش المنتشرة في تعز، وكذلك فرض إتاوات غير رسمية على أصحاب المحال التجارية وانتشار ظاهرة التقطعات، من يقف وراءها ولمن تعود هذه التحصيلات وما هو دور أجهزة الأمن في الحد من هذه الظواهر. نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم فيما بعد أن نشاهد التقرير التالي والذي عدته الزميل الشروق القاسمي حول محور الحلقة الأول. بعد انقضاء ليلة العاصفة الأولى مواطنو المهرة على موعد مع سيول تزداد خطورة بحسب المحافظ راجح بكريت الذي دعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر. السيول بحسب المحافظ جارفة وقادمة في وادي الجزع، وسيول أخرى قادمة في أودية قشن وسيحوت والمسيلة. خسائر وأضرار كبيرة خلفها إعصار لوبان ليس فقط في ممتلكات المواطنين بل أيضا في البنية التحتية التي لم تقل المواطنين شيئا من مخاطر الكارثة، بل كشفت قصورها وعجز مؤسسات الدولة. أكثر من 2000 أسرة عالقة فوق أسطح المباني بسبب السيول، و17 شخصا بينهم أطفال ونساء عالقون في منازلهم بعد أن حاصرتهم السيول في مديرية شحن. أوضاع دعت السكان ومسؤولين حكوميين إلى إطلاق مناشدات لإنقاذهم، مناشدات أسفرت عن تدخل الطيران اليمني الذي وحسب ما أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنه من إجلاء أسر كانت عالقة عقب محاصرة السيول للمدينة وتهدم عدد من المنازل، ويواصل إجلاء المواطنين العالقين في عدة مناطق بالمحافظة، في حين أظهر فيديو آخر رفض أبناء المهرة العالقين صعود الطيران السعودي الذي قدم لإجلائهم. ووفقاً لمصادر محلية فإنه وبرغم ما يمر به الناس من لحظات عصيبة إلا أنهم رفضوا عملية الإجلاء تلك برغم حاجتهم الماسة لها، في موقف يعكس حالة الاحتقان الشعبي في المحافظة ضد التواجد السعودي المريب فيها. على هذه الأرض التي أعلنتها الحكومة منكوبة يلوح المئات من السكان رافضين وما زالوا ينتظرون من الشرعية القيام بدورها تجاههم وإنقاذهم من كارثة محققة. طيب، إذن كان هذا التقرير عن المحور الأول في هذه الحلقة، ولدينا اتصال من المهرة مع السكرتير الإعلامي للمحافظة الأخ عيسى القميري. أهلا بك أستاذ عيسى. أهلا فيك، حياك الله. طيب، بداية كيف هو الوضع الآن في المحافظة؟ هل انتهى الإعصار؟ هل يعني الوضع يمكن القول بأنه تحت السيطرة؟ هل بإمكانكم التواصل مع جميع المواطنين في كل مناطق؟ لأنه خلال الفترة السابقة كان هناك ربما انقطاع لشبكة الاتصالات ومناطق ربما هي خارج التواصل والاهتمام والمتابعة ربما بسبب هذا الظرف الطارئ. نعم أخي العزيز، طاقم السلطة المحلية بجهود جبارة في عموم مناطق المحافظة، الوضع الآن لم يكن تحت السيطرة،
هناك في مناطق في البوادي لم يصلها أي حد إلى الآن، ولم يكن هناك أي اتصالات، ولكن المحافظة وجه من ساعات الصباح الأولى الفريق الفني للاتصالات بسلاح بعض الشبكات حتى يكون سهولة المواطنين التواصل مع بعضهم البعض، ويكون البحث في عملية الأنقاذ لبعض المفقودين للآن. طيب، هل زالت آثار الإعصار؟ نعم، الأجواء الآن في مدينة الغيضة وبعض المناطق الساحلية في محافظة المارة توقفت الأمطار، ولكن في بعض المناطق لا زالت السيول جاري في هذه المناطق، ولكن بدأت تخف بعض الشيء. هناك في أسر مفقودة وعالقين إلى ساعتنا هذه. السلطة المحلية بقيادة معالي الشيخ راجح الأثري وجهوا بالتعاون التنسيق مع البرنامج السعودي للتنمية والأعمار الإمام في المهرة بشرط تقنيات سرب المحافظة وصولهم إلى السحور في المسيرة، وتم صنع إهتمام بهذا العمل منذ أمس إلى اليوم، وتم هناك في كثير من الطرقات لسهولة تنقل المواطنين من مناطق إلى مناطق أخرى. طيب، ما هي الإحصائيات الأخيرة التي يمكن من خلالكم أن نضعها أمام المشاهد حول سواء الضحايا أو عدد المفقودين؟ نعم أخي الكريم، للآن لا يمكننا معرفتك بإحصائيات جديدة، ولكن هناك تقدير وتقدير. هناك قبل أكثر من 8000 أسرة في أمضاء الأجواء المشاهد الحكومية والمدارس وغيرها. هناك وفيات باتجاه 8 وفيات حسب غرفة العمليات المركزية في المحافظة. هناك أكثر من 20 أو 25 مفقود. هذه تقريبا ولم تكن دقيقة إلى الآن، لأن الأضرار لا زالت في المحافظة، لا زالت تحدث. هناك سيول لا زالت في بعض المناطق، هناك بعض المناطق لم نوصل لها إلى الآن. هناك أضرار ناجمة. طيب، وجه المحافظ على المحافظة منكوبة، ووجه نداء أيضا للتحالف والحكومة للتدخل العاجل. هل أسفرت هذه المناشدات عن شيء؟ هل لمستم تحرك ملموس ساعد الناس من قبل الحكومة والتحالف؟ نعم أخي الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن نقدم شكرنا الجزيل أولا لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، و والأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على لب تلبيتهم للنداء ووصولنا إلى محافظة المارة بطيرانهم وبإغاثتهم. وكمان نقدم شكرنا للأخوة الأشقاء في سلطنة عمان لإيصالهم اليوم بعض المساعدات إلى الحدود الشرقية للمحافظة. نحن نثمن ونشكر كل من أتى ووصل إلينا في محنتنا هذه. طيب، بالنسبة للمواطنين الذين تم توفير لهم مراكز إيواء يعني بسبب هذه الأحداث، هل هناك متابعة يومية وتقدم لهم مساعدات، أم أن عليهم تدبير أمورهم الشخصية؟ هل هناك متابعة مثلا من قبل السلطة المحلية؟ أخ عيسى، طيب فقدنا الاتصال بالاخ عيسى القميري. على العموم شكرا جزيلا لك السكرتير الاعلامي لمحافظه المحاره، شكرا لك. طيب، اتصال اخر، نبيل الفقي ناشط من مارب. اهلا بك نبيل. سلام الله عليك اخ سامي وعلى المشاهدين الكرام. وعليكم السلام. نبيل، انت تابعت هذا الحدث ربما، كيف تابعت مجرياته وايضا تحرك ودور الحكومه في التعاطي مع هذا الملف وهذه الكارثه التي حلت محافظه المحاره؟ أخ سامي، الحادثة كما نعرف أنها لم تكن مفاجئة، بل رصدتها مراكز إرصاد إقليمية ودولية، وكان الكل يعرف بذلك والحكومة تعرف بل وحذرت
قبلها في على مواقع أخبارية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وغيره حذرت من هذا، لكن على الواقع حصل نكبة وحصل كوارث كما رأينا في القنوات والأخبار والكذا، بمعنى أن الحكومة كانت شبه غائبة، حذرت فقط وكأنها تدعي دول الجوار أو كأنها لم تخبر الحكومة بكل ما تعنيه الكلمة، والدليل أن الكارثة كانت كبيرة في وغيره. خروج 90% من شبكة المواصلات والكهرباء كما صرح المحافظ وكما صرح المسؤولين هناك والسلطة المحلية، الدليل على غياب الحكومة ولم تكن في عند مستوى المسؤولية، فهي قضية من القضايا التي لم تكن عند المسؤولية ما دام الوزراء في الخارج فهم سياح لا مسؤولين، فهي مثلها مثل القضايا الوطنية الأخرى كما صرح السلطة المحلية وصرحت كذا، وكانوا وقاموا بإجلاء وكذلك إسعاف جرحى وكذلك إنقاذ، لكن لم يكن باستطاعتهم أكبر، فهذه قدرتهم في محافظة المهران. على المستوى الذي نعرف في الصراع السياسي التي حدث مثلا إذا خاطبنا التحالف كان الصراع كبير عليها السياسي والاختلاف وكذا، وحين الكوارث لم يصل يعني إلا القليل، صحيح وصلت معونات من السعودية وصلت كذا، لكن على مستوى الكارثة خروج 90% من الخدمات الكهرباء والنت والانترنت وكذلك المواصلات وكذا، بمعنى أن الكل كان غائب ومتفرج وينظرون لليمن كما ينظروا لبقية المحافظات في أزمتنا الحالية. نحن لا نناشد الآخرين بقدر ما كنا نريد أن تكون الحكومة موجودة وتكون حاضرة وتلبي طموحة المواطنين وكذلك تنادي المنظمات ويكون لها إيواء للذين هم في بطون الأودية، كما نعرف أن المحافظة ليست جبلية بالكثير بل هي أودية كثيرة وكذلك السيول تضررت كثيرا، وهذا ما رأيناه في عدة قنوات في مواقع أخبارية. بمعنى أقسامي أنه لا بد للحكومة أن تعود لأرض الوطن، هذه إشكالية من الإشكاليات كشفت عورة غياب الدولة ما داموا في الخارج، فهذه هي الكارثة التي نعاني منها اليمنيين. أشكرك جزيلا، شكرا لك أخ نبيل من مأرب. اتصال آخر، مختار، أهلا بك مختار. أهلا بك أخي سامي وحياكم الله وحياكم أنتم راعي قناة مجلس. تعليقك مشاركتك في موضوع العاصفة المدارية التي شهدتها محافظة المهرة، كيف تابعت تحركات وأداء الجهات المسؤولة والتعاطي مع هذا مع هذه الكارثة؟ أخي العزيز، أنا قبل أن أشيد بالجهات بحكومة الشرعية أو غيرها، يجب أول حاجة أن أوجه انتقادنا لحكومتنا. هنا كانت الأقمار الصناعية رصدت أن هناك ستحل كارثة بالسواحل الشرقية للجمهورية اليمنية، وأن هناك إعصار مداري سوف وأن هناك عاصفة مدارية احتمال تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى، ومع ذلك خلال شهر والحكومة لم تتخذ أي إجراء إلى أن وقع الفأس بالرأس، فأعلنت المحافظة محافظة المهراق يعني محافظة منكوبة. يا أخي العزيز، الآن بمنطقة بحر العرب أصبحت الآن منطقة يعني معرضة للعاصير للعواصف، ويجب على حكومتنا الشرعية يا أخي العزيز أقل حاجة في مناطق المهرة وجزيرة سقطرى ومحافظة حضرموت الذي الأكثر تضررا من هذه العاصير وهذه العواصف أن تعمل كحلول، ليست حلول تلقائية وإنما حلول جذرية. مثلا على سبيل المثال المشاريع المخصصة في المهرة للبنية التحتية سواء التي مقدمة من الحكومة اليمنية أو من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون هذه المشاريع لعمل حواجز وسدود مائية أقل حاجة، إن لم يكن لصد الخطر أقل القليل للتخفيف من أخطار هذه العواصف وهذه السيول. الآن ما رأيناه من حجم السيول التي تتدفق على شوارع المهرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية يا أخي شيء يعني مرعب. فبدل من أن تكون المشاريع هذه أو الأموال المخصصة للمشاريع داخل المدينة المشاريع البنى التحتية، يجب أن يكون هناك بنى تحتية تعمل على تحجيم خطر هذه الكوارث. أشكرك جزيلا مختار، شكرا لك من المملكة العربية. طيب أيضا عن ذات الموضوع نستعرض معكم بعض التعليقات من خلال فيسبوك.
أحمد يقول المهرة مدينة منكوبة، انقذوا أخوانا في المهرة، الإعصار أكبر ما يتوقع، المصائب لا تأتي فرادى، لو كان الإعصار في أمريكا لهب الفئران كلهم وشكلوا جسر جوي لإنقاذهم، لكن لأنك يمني فمت بصمت وأغرق وغرق بسلام. الأخ محمد يقول أمس قرأت في موقع وكالة سبا الأنباء أن الأخ الرئيس وجه بإنشاء صندوق لإغاثة أهلنا في المهرة، من قراءتي لهذا الخبر حسيت بالإحباط من هكذا استجابة لما سيعيشها أهل المهرة، لا تؤسسوا صناديق ولا تعملوا، اتصل المسؤولين في وزارة المالية والإدارة. طبعا نقرأ المشاركة كما تصل، يعني البعض يكتب بلهجته المحلية، اتصل المسؤولين بوزارة المالية والإدارة المحلية والتجار وقل لهم من في خير يساعد إخوانه وأهله في المهرة، يجهزوا قافلة بها مواد إغاثة ومصارف للناس. طيب للعلم غدا عطلة رسمية، يعني انتظروا أهل المهرة شهرين لما يكملوا في الرئاسة والحكومة يأسسوا الصندوق، وإذا جهزوا القرار واختاروا هذا الصندوق مدير خلال الشهر فهذا من حسن حظ أهل المهرة. مشاركة أخرى، الأخ يحيى السواري يقول المهرة منكوبة في مدينة الغيضة، حواري جرفت بأكملها والضحايا لا توجد إحصائيات حتى الآن، وكل الطرق مغلقة بين المديريات كلها، هذه الصورة من مديرية شحن أبعد ما يكون عن الإعصار في المحافظة، ونحن محاصرون من أمس بسبب السيول. الأخ أسامة يقول المهرة منكوبة جراء الإعصار الحاصل، الحكومة ما تحركت إلا بعد ما حصل إعصار، والتحالف على رأس السعودية تقاعسوا عن أداء الواجب، لأنه بالأمس وقف أبناء المهرة ضد التواجد السعودي العسكري في المهرة. ننتقل للمحور الثاني في هذه الحلقة، والذي سنتناول فيه تفاقم ظاهرة فرض الأتاوات في نقاط التفتيش المنتشرة في محافظة تعز، وكذلك فرض أتاوات غير رسمية على أصحاب المحال التجارية وانتشار ظاهرة التقطعات، وما هو دور أجهزة الأمن في الحد من هذه الظواهر. لكن قبل البدء بالنقاش واستقبال اتصالاتكم، بإمكانكم التواصل والمشاركة من خلال الأرقام الظاهرة في الشاشة. لدينا اتصال. طيب عن هذا الموضوع ايضا هناك بعض المشاركات من خلال واتساب حول هذا الموضوع في تعز، نستعرضها معكم. التقطع والجبايه في مختلف مديريات محافظه تعز، نلاحظ في هذه الايام كثره القطاعات، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا في مختلف تعز، في كل تعز بالذات في المناطق اللي تحت السيطره الشرعيه. هذه النقاط لا تمت للدولة ولا تعود عائداتها للدولة، ولا هي من الدولة ولا تمثل الشرعية، ولا هي من أخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، ولن يسكت عنها المجتمع. طبعا هذه النقاط الدولة أو ما تسمى شرعية ساكتة عليها. مثلا في مديريتنا في جبل حبشي على خط الضباب العيار موجود نقاط بلا حساب، هذه النقاط تقوم بالتقطع لأصحاب سيارة الديزل بالذات، الديزل والبترول، وتقوم بفرض رسوم عليهم بالقوة وبقوة السلاح. ليش؟ يقول لك هذا يودي الحوثيين، هذا عذر واهي. إذا كان يودي الحوثيين أو لغيره فهناك دولة، هناك نقاط رسمية. يا أخي عدى من نقاط المفرق، عدى من نقطة الضباب الشرطة العسكرية، عدى من إدارة الأمن، عشان تجي أنت تقول هذا يوصل للحوثيين وتقوم تبتزه وتبتز سواقين من أبناء المنطقة ومن خارج أبناء المنطقة. الابتزاز اللي حاصل غير مقبول، وسكوت السلطة المحلية عن هذا الابتزاز إدانة عليها. في مديرية جبل حبشي مدير أمن المديرية ومن يتبعه من المسؤولين على أمن الطريق في جبل حبشي هم اللي يتحملوا تابعات هذا الأمر. مش يجي لي واحد مفصع من لبس آلي وفصع ومحسوب على جهة أو لا، قام يعمل نقطة عسكرية ويبتز الناس ويأخذ مبالغ. لو نتحدث عن وجود هذه العصابات التي عملت على إنشاء نقاط من أجل ابتزاز المواطنين ومضايقة في حياتهم اليومية، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عدم وجود الدولة، السبب عدم وجود التعاون ما بين الدولة وما بين شكوى المواطنين. المواطن يشتكي، صاحب المطعم يشتكي، صاحب البسطة يشتكي، صاحب السيارة يشتكي، ولكن ليس هناك مجيب. أين الجيش الوطني؟ أين ما يسمى بقوات الأمن التي أنشأها في المحافظات المحررة
عن قوات وهمية وعددها هائل هائل جدا ليصرف عليها ملايين الدولارات، ولكن لا مجيب، ليس وجود لها للواقع. ولم نعي الدرس السابق، ما سقطت الفرقة في المرة الأولى إلا بسبب وجود الأعداد الوهمية، والآن نتكرر اختلالات أمنية بسبب وجود الأعداد الوهمية في المحافظات المحررة. هل هذا التحرير اللي كان يحلم به المواطن؟ أيش الفرق ما بينها وما بين العصابات الحوثية الإجرامية التي تفرض الجبايات على في المناطق سيطرتها بما يسمى بالمجهود الحربي؟ طيب، إذن كانت هذه مشاركات من خلال واتساب تتحدث عن هذه الظاهرة في محافظة تعز. لدينا اتصال أخ فهد البريهي من تعز، أهلا بك فهد. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أخي الكريم. طيب أخ فهد، ما أنك من أبناء محافظة تعز، لو تضعنا في صورة ما يحدث فيما يخص هذه الظاهرة، ما الذي يحدث بالضبط في تعز؟ يا أخي الحقيقة اختلالات الميناء قطيعة تحصل داخل محافظة تعز، ومع وجود طبعا رجال الأمن والجيش بكثرتها، اختطاف، تقطعات، جباية، ابتزاز، نحب، قتل، ترويع، تهديد، أوكي، أمور كثيرة ومخلة ومسيئة لتعز ولسمعة تعز وأبناء تعز. تحصل طبعا في من خلال احيانا تحصل من خلال بعض افراد او عناصر في الامن والجيش في محافظه تعز. طيب، من يقف وراء هذه الاحداث؟ من المتهم بها؟ المتهم فيها الميليشيات المسلحه والمدعومه التي تتبع احيانا جهات او اطراف او مشايخ او تيارات في المحافظة، ولا العابثين أيضا من المدنيين. نحن لا نبرئ المدنيين من المشاركة في بعض هذه الظواهر والاختلالات، إنما مثل هؤلاء استغلوا الفوضى واستغلوا حالة الفوضى والانفلات الموجودة في المحافظة وغياب الدولة، وأقدموا على ارتكاب ما تهواه أنفسهم. طيب، باعتقادك أيضا أين هي الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة من ضبط الوضع ووقف هذه الاختلالات؟ حياك الله أخي. الجهات الأمنية طبعا لنقص الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للقيام بدورها كأجهزة حقيقية مثل أي جهاز أمني في العالم، أيضا من إلى جانب ضعف التأهيل، إلى جانب أيضا الفوضى الإدارية، غياب الجهاز الإداري والرقابي والمحاسبي اللي تابع الجهات على التقصير في أو الإخلال في واجباتها، هذا كله إلى جانب مشاركة بعض عناصر وأفراد سواء في الجيش أو الأمن في مثلا القتل أو التهديد أو الترويع أو غيره داخل المحافظة. الجهات الأمنية شريك فاعل وأساسي في هذه الاختلالات، وتتحمل كل المسؤوليات عما يجري داخل المحافظة من اختلالات وتعسفات وقتل وتنكيل وتهديد وغيره. طيب، باعتقادك هذه الظاهرة وأن تشاهد هذه الصور على الشاشة، فرض الإتاوات على السيارات داخل محافظة تعز في المناطق التي يفترض أنها أصبحت محررة وبعيدة عن سيطرة الميليشيا، هل تعتقد أن يحصل تجاوب من الجهات المعنية واهتمام ومتابعة بهذا الموضوع؟ نحن من جانبنا ندعو الجميع وفي مقدمتها السلطات المحلية وقيادة وأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشايخ والوجاهات والمرشدين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية إذا ما يجري في المحافظة من عبث وفوضى، وأن يدعوا المكايدات والمناكفات من أجل تعز الثورات والتضحيات، وأن يقدموا أيضا مصلحة تعز واليمن ككل على ما سواها من مصالح خاصة وضيقة ودنيئة. طيب، شكرا جزيلا. نأمل أن يكونوا عند حسن الظن وأن يقوموا بواجباتهم على الوجه الأكمل والأمثل. ما لم فإن خيار الشعب الوحيد هو أن يفرسهم مثل ما كان صغيرهم. شكرا جزيلا لك فهد. أيضا من تعز لدينا اتصال أخ خليفة علوان، أهلا بك خليفة. أهلا خليفة، تعليقك ومشاركتك في هذا الموضوع. والله انا يعني ما باضيت حاجه بسيطه على ما قاله الاخر،
بالنسبه لل هذه عن فرض العتاوات من المواطنين هذا، انه ما فيش اي فرق ما بين الميليشيات الحوثي والميليشيات اللي هي في مدينه تعز. الميليشيات بتعز بمدينه تعز يعني ما فيش معانا من الجيش الوطني الا الاسم، ولا العمل كله ميليشياوي، ما فيش عمل مؤسسي، ما فيش تبلغ على الجهات المختصه، ما حد يتجاوب معك، المواطن يروح مش شرط يفرضوا اتاوات من النقاط التثبيت وغيره، يتهبشوا المواطنين للمحلات حقهم. طيب باعتقادك ما الذي يقف وراء هذه الاحداث، ولماذا الاجهزه الامنيه لا تتعاطى بحزم في هذا الموضوع؟ والله اللي يقف ورائي هم قاده من الجيش الوطني، ويعني مرقمهم هذول الناس يعني عن طريق مشايخ وبرضو عن طريق احزاب سياسيه، يعني ما لهمش علاقه يعني بال، ما اعرفوش ايش هو يعني الجيش، اسم الجيش الوطني وايش مهمته. لكن هذه اتهامات خطيره ربما أن توجه لافراد الجيش الوطني انهم هم من يقف وراء هذه الاحداث. هذا ما نشاهده نحن كمواطنين، يعني نشوف الاشياء هذه والسلبيات نشوفها بعيننا، نحن نأسف ان احنا نتكلم بكلام يعني زي هذا. شكرا جزيلا لك خليفه. ايضا اتصل من تعز الاخ منصور سلام. اهلا بك منصور. مرحبا منصور، كيف تتابع هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا داخل المدينة؟ تعليقك مشاركتك في الموضوع. والله أولا نشكر قناة بلقيس على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الموضوع. طبعا هناك تحسن ولكنه نسبي في قضية الآن في محافظة تعز، فما زالت قضايا مثل التقطع وفرض الجبايات منتشرة وانتشار في المدينة بشكل كبير، وكل ذلك يدل على ان هناك خلل في المنظومه الامنيه وغياب التنسيق والتكامل بين الاجهزه الامنيه المختلفه الذي يجب عليها القيام بدورها في هذا الجانب، وايضا عدم التعلل بقله الامكانيات والتبرير للذي ان كان صحيحا الا انه لا يعفيها. طبعا اتفق مع ما ذكره الاخ خليفه علوان، بكل ما ذكره كلام واقعي ولا يختلف عليه اثنين في تعز، هذا هو الذي حاصل بالضبط. يعني باعتقادك ايضا لماذا الاجهزه الامنيه لا تقوم بدورها في 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 ضبط الامن ووقف هذه الاختلالات؟ والله اخي العزيز من قبل كنا نسمع عن اخبار ان هناك احد الفصائل المساهمه في مثل هذه الاحداث، لكن بعد خروج هذا الفصيل ما زالت الامور مستمره، يعني ما عاد درينا من الغريمه من غريم ابناء تعز. طيب تعتقد انه مناقشه هذه المواضيع واثارتها اعلاميا ووسائل التواصل الاجتماعي، هل يمكن ان تجعل الجهات الرسميه تتحرك في المحافظه وتوقف هذه الاختلالات؟ والله إذا تكلمنا بهذا الجانب ونشرنا عليه وكذا نلاقي قمع واتهامات وإن نحن نسيء للجيش الوطني وللأجهزة الأمنية، رغم أنه ما نشوش الأجهزة الأمنية حقنا إلا في طوابير الكريمي عند استلام الرواتب، وإلا في قمع المفسدين والذين ينشرون مثل هذه الأخبار. طيب منصور، هل ربما حتى يعني هل هذه الظاهره فقط هي حصرا على هذا المقطع الذي نشاهده على الشاشه، ام هي منتشره ربما داخل المدينه ويعني وظاهره وربما الجهات تتغاضى عنها؟ اما منتشره بشكل اكبر مما هو ظاهر في الشاشه، في بعض الاماكن يتم التقطع للناس في ساعات متاخره من الليل، ما تدريش من غريمك، يعني تكون ماشي في طريق من بعد الساعة 9 10 يخرجوا لك مسلحين ياخذوا ما بحزتك من تلفون ونقود وتمشي، تحمد الله انك يعني مشيت روحت وانت سليم. من غريمك ما انتش داري من غريمك ليل وما انتش داري. من ينصفك تلقى لي فلان لفلان لفلان، ما تلاقيش من ينصفك. ما معك الا توكل امرك للرحمن الرحيم تروح بيتك تحرم تقلع من الشارع هذا ثاني مرة. للأسف. أشكرك جزيلا منصور. طيب لدينا اتصال النقيب أحمد الشياب من تعز. أهلا بك سيادة النقيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لك اهتمامك متابعتك مشاركتك، أنت اتصلت في البرنامج للتعليق والمشاركة في هذا الموضوع. بداية، ما تعليقكم على هذه الظاهرة التي منتشرة، وكما تتابع معنا مقطع الفيديو ظاهر على الشاشة، نقاط على في محافظة تعز يقوم بفرض أتاوات على الناس؟ طبعا أولا نشكر قناة بلقيس على الإتاحة لمشاركتنا، وكما نشكر كافة العاملين على قناة بلقيس، طيب اسمعني من الهاتف حتى يكون الصوت أوضح واخفض صوت التلفزيون. نعم معك وصول. تفضل. وصول. أخي أحمد أنت على الهواء، تفضل. أيوة معك. تفضل. طبعا نتحدث اليوم عن الاتاحه عن المهاترات في تعز. يحصل بعد المهاترات في اكثر الاشياء تحصل في برامج التواصل، اولا انه تحصل الاتاحه في زرع المشاكل وزرع الفتنه في بعض الناس، يزرعوا امور يزرعوا في يعني فتنه وامور وهذا وناوشوا في برامج التواصل بهذا الكلام، يعني إنه هو حصل هناك كذا أو كذا أو ينشر حاجات مزيفة وهي تحصل هذا الكلام. وطبعا ثاني شيء في بعض القيادة يعني يوجهوا أشياء خاطئة أو يسألوا أشياء خاطئة جدا، ومن الأصل إنه لا تكون إتاحة للجميع يعني بهذه الأشياء. طيب باعتقادك من يقف وراء هذه الأحداث، ولماذا الأجهزة الأمنية لا تتحرك لضبطها؟ الأجهزة الأمنية والله إذا 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 في إذا في يعني الجميع يتكلم عن الأجهزة الأمنية في تعز، لماذا لا تفعل؟ لماذا الأجهزة الأمنية تفعل كل طاقتها عن لتأمين تعز وتأمين كل الأماكن، ولكن كم يكون جهد الأجهزة الأمنية في تأمين المحافظة؟ المحافظة تشوف اليوم صار اغتيال بمحل فلان بن فلان، لا نعلم من الجاني أو من كذا، يعني تأمن كافة المناطق، ولكن في بعض المواطنين وبعض الخونة في تعز هم من ينزعوا كثرة المهاترات وكثرة الاغتيالات وكثرة يعني كل ما يصير بهذا الخونة، فقط في خونة تعز المتخصصين من خلف الذي يشتغلوا من خلف الكواليس والعاملين للحوثي وغيره. اما الاجهزه الامنيه والله انه الذي يطلع على عملها في وسط المحافظه لا يمكن ان يتحدث عنها باي كلمه بسوء. طيب قياده تعز وبعض من قياده تعز المخلصين يفعلون بجديه لا يمكن انهم يعني يفعلون اشياء غلط جدا ابدا، انهم كل عملهم اخلاص لتعز. طيب ونشكر كافة القيادة الذي يعملون في تعز. طيب أحمد، مثل هذه الأحداث التي تعرض لنا على الصورة والتقطعات وفرض أتاوات على الناس، لماذا لا تقوم الجهات المسؤولية بدورها وتوقف هذه الاختلالات؟ ما أسمعك جيدا، ممكن تعيد السؤال؟ أسمعك، تسمعني الآن؟ أيوة أنا معك. طيب الآن هذه الظاهرة المنتشرة لفرض الأتاوات على الناس والتقطعات الحاصلة، لماذا الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها ووقفها؟ كيف؟ بالنسبة لظاهرة التقطعات التي تشاهد صورها على الشاشة، لماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في ضبط هذه الاختلالات؟ طبعاً أنا التقطعات الذي تصير بعدها من بعض القيادة لكي يتم يعني بعضهم في بعض المناوشات والأمور، ولكن احنا نوجه هذه لقيادة المحور. لقيادة المحور أن يوجه هذا الكلام، ولمحافظة يوجه بإشلافها النقاط هذه اللي تصير يعني خارجة عن النظام والقانون. طيب يعني لازم نوصل من قيادة المحور الأوامر للأجهزة الأمنية. بعض الأجهزة الأمنية يعني تحرك بغير أوامر،
وتشوف العقاب من من قيادة المحور ومن المحافظة غير عكس ذلك. طيب شكرا جزيلا لك أخ أحمد الشهاب من تعز. اتصال آخر أيضا من تعز الأخ محمد. أهلا محمد. السلام. سلام. تعليقك ومشاركتك في الموضوع. يا أخي الناس في أماكن كثيرة وقد انتشرت نقاط مستحدثة بحكومة إدارتها من قبل الشرطة العسكرية في تعز والمدينة الأمنية، تم إعادة نقاط مجندين تابعين لإدارة الأمن وإلى مدير المديرية، ويستفزون أصحاب السيارة بالديزل والبترول بالقوة وتأخذ ضغط السلاح. يعقب هذا في الأسبوع هذا الصارم، يعني تم إطلاق النار على سائق وبنشروا سيارته وتدمر بالضرب ويحرق السيارة والبترول حتى يفارقون بالقوة. وأكثر من نقطة مشكلة، ليس نقطة واحدة، هذا تابع لهذا وهذا، وللأسف أنهم يطلقوا قوات وبالسلاح حق الدولة ويستخدمون هذه الجدار. وتم إبلاغ الجهات المعنية، قابلوا فقط بالنبي بأنهم لا يسمعون، وإحنا نعرف أن هذا ناس مجندين تابعين لهم، ولكن كلنا يعمل في الكلاب الثاني وكلنا تروح موضوع المشكلة. حتى أن هناك جبايات على أصحاب المحلات أصحاب المطاعم في تعز، هناك أغلب المحلات مغلقوا نظرا لفرض العساوات الكبيرة، أصبح حتى الرصيف الذي على المحل مؤجر، وهناك مطاعم أغلقت بسبب أن تجي عصابات مسلحة ودخلت ردي بالقوة وخرج. وأيضا هناك جهات مالية وأمنية لمتابعة الأشخاص هذم، لأنهم في النهاية هم تابعين كل يتبع طرف، أصبحت يعني كعصابات كتلقوا الجبهات بدوا على المساكين في الطرقات في. طيب تعتقد أن الجهات المعنية هل أو السلطات ذات القرار في المحافظة هل هي مقصرة في أداء واجباتها وفي وقف هذه الاختلالات؟ نعم احنا بلغنا الجهات المختصة، بلغنا إذا مدير أمن المديرة ومدير ومدير المديرية، ولم يتم أي شيء استفوا منا، في حتى إنه إذا راسلته أو شيء يعني الواتساب يعني إنه بلاغك يعني يقول لك هذا ليس تابعين لك، وإحنا نعرفهم جيدا، إحنا من نفس المنطقة ومن نفس نعرف أن هؤلاء تابعين لهم، ولكن يكتفي بالحاضر يعني، وهؤلاء تابعين لهم مجندين ويطلعون بالطقومات مسلحين بسلاح من سلاحهم تابعين لهم لمرافقة حقهم. شكرا جزيلا لك أخ محمد. والبعض هم من المقربين جدا منهم. شكرا جزيلا لك. شكرا لمحمد. وصلنا تقريبا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.